للسنة الثامنة على التوالي الجاردن شو اند سبرينج فيستيفال بيفتح ابوابه لكل اللبنانيين حتى يستقبلوا موسم الصيف بفرح واجواء ممتعة، وحتى يتعرفوا كمان على كل شيء جديد بفن العيش بالحدائق. حتى نتعرف اكثر على هالمشروع دعينا اليوم على استوديو ام تي في اللايف مديرة هالمشروع. برحب بمها خوري حزباني، اهلا وسهلا فيكي مها. انتوا للسنة الثامنة بتفتحوا ابوابكم لكل اللبنانيين حتى يعيشوا هالحدث معكم، خمسة ايام من العروض المتواصلة اللي مخصصة بفن العيش بالحدائق، وبدي اقول هون للمشاهدين انه هذا بالفعل مشوار مخصص للعائلة كلها لانه في اشياء لكل افراد العائلة. شو محضرين لهالسنة مايا؟ مثل ما قلتي المعرض ببلش جمعة الجاي من 24 ل 28 ايار بميدان سبق الخيل. العائلة كلها لازم تجي على الجاردن شو. بقلب المعرض بنلاقي كذا قسم. أول قسم هو القسم تبع المشاتل اللي كل شخص بيحب يعمل جنينة عنده، أم عنده بالكون صغير بده يظبطه، أم يحط فيه زريعة، في ينزل ويستفيد من المشاتل الموجودة. عم نشوف هون مشاهد من السنة الماضية هون. مزبوط، هيدا السنة الماضية. بالاضافه الى الموجودين الاكسبرتس تحت، في عندهم كورنر رح يعطوا نصائح لكل الستات يلي عندهم بلانتات وما عم بيعرفوا يعيشوها مزبوط. بتعرف انه ايام كثير بنجيب بلانتات بنحطهم على البالكون وبيموتوا بقى، دونك يعني في مجال للاستشاره. مزبوط. متخصصين رح يكونوا موجودين، حتى كذا اكسبرت رح يكونوا موجودين، كل واحد مخصص بشتله معينه. نعم. رح يكونوا تحت ليجاوبوا على سؤالات كل العالم. يعني هيدي بقسم المشاتل والزهور، غير انه في عالم عاملين حدائق، يعني لاندسكيبرز عاملين حدائق كيف بيقشعوها هن، هلا كيشو دارج واحد كيف بهالمكان كمان. كمان بدي اضيف انه السنه في عندنا اربع جامعات مشتركين، طلابهم عاملين جنينات، اكيد الاختصاص هو اللاندسكيبينج. كان رح يكونوا معنا لاول سنه، يعني بلشوا التلاميذ يركزوا على هذا الاختصاص، كمان عاطينهم كل واحد مساحه يشتغلوا عليها. مزبوط. هلا بالاضافه للمزروعات كنا هلا المزروعات والشتول والزهور اللي بنشوفها هي بس من لبنان او في من خارج لبنان كمان؟ في عندنا قسم كبير مزروع بلبنان وقسم كبير مستورد من الخارج، وكلهم موجودين معنا تقريبا، كل المشاتل الكبيره واللي بيستوردوا من برا كلهم موجودين تحت بالجاردن شو. فيك تلاقي الشتله اللبنانيه والشتله اللي بدك اياها من برا. والاسعار خاصه لهالحدث؟ كل حدا عامل اول شيء عاملين كوموندات سبيسيال للجاردن شو. نعم. يعني كل اذا بتلاحظي كل ليستة الزبونات تقريبا هي ذاتها كل سنه، يعني كل يعني اللي بيفوت على الجاردن شو ببطل يفل بقى. صح. بيصيروا يحضروا من سنه لسنه شو بدهم يعملوا، طلبيات جديده تيلبوا الفيزيتور يعني اللي. نعم. جاي يشوف المعرض بقى. هيك كنا كمان عم نحكي انه غير قصه الحدائق، كمان في كل العالم اللي بتعطي كل شيء برودكت بيسهل لك حياتك بالحديقه. نعم. يعني فن العيش بالحدائق. مزبوط. يعني عم نحكي عن الاوتدور فرنتشر، الجاليريات كلها موجوده تحت بس نازله بالايتمز اللي بتخص الجنينات. يعني عم نحكي القعدات وال المفروشات بالخارج، يعني بالجنينات بالبلكونات. وهنا عم نحكي كمان عن الارتست والاكسسوريز الموجودين تحت كمان، وكمان خاصه ببرا. يعني عم نحكي عن بويات، عم نحكي عن قصص صمديه يعني خاصه بالخارج. نعم. هون يعني يعني كله ماشي بذات التام. هلا كنا عم نحكي انه العائله كلها لازم تنزل، لانه مش بس الام والبي والولاد، فيش الصغار كمان، وياما شفنا بوسات والولاد. هو بغض النظر الموقع تحت سبق الميدان سبق الخيل، هو مش كل العالم فاتت عليه، بس هو في طبيعه بقلبه فريده ما في مثله، يعني ما في احلى منه من جوا. دونك ديجا بس تفوت الكادر كثير حلو بينبسطوا الاولاد، غير انه عندنا عاملين كيدز فيليج تحت للاولاد، في اكتيفيتي لهم، فيهم يلعبوا، فيهم يتعلموا يعملوا ديبو، يعملوا زريعه، يعملوا يطبخوا مع البلانتات. يعني في نشاطات للصغار بالوقت اللي يمكن اهلهم بيكونوا عم يتجولوا اذا بدهم. مزبوط. ما فيهم تركوهم جوا امنين وكل شيء ماشي الحال. هلا كمان فيهم يتعشوا وينبسطوا، في عنا فود كورت، وهالسنه عنا خمس ايام انيماسيون ميوزيكال كل يوم من الستة للتسعة، دونك بيتسمعوا على موسيقى حلوة بتخليهم ينبسطوا أكثر. يعني في مشاركة لعدد من أبرز المطاعم اللبنانية. مزبوط. رح يكونوا موجودين على مدى الخمس أيام. مزبوط. بالإضافة للايف ميوزك.
اكزاكتلي. دونك العالم تنزل لتحت مبسوطه كثير. انا بنصحهم ينزلوا بالاسبادري يعني تيكونوا مرتاحين انه عم يمشوا. وكنا عم نقول كان بدي اضيف كمان انه كل ست بتحمل اسم ورده هي مدعوه على هالمعرض. دونك بس ورده؟ اسم زهره ام ورده هن بفوتوا جراتويت مو على مجانا دعوه مجانيه لكل اسمها ورده. ايه مزبوط دعوه مجانيه ورده او روز. ايه ورده روز اغلانتين كل شيء له علاقه بالزهور والمشاكل. حلو. طيب هيدي جست منكم في اشياء جديده كمان بالمعرض هالسنه؟ مزبوط هلا في كذا حدث رح يصيروا بهذا المعرض. اول شيء في عاملين مع ديكو ماجازين جايبين 15 ديزاينر عاملين بيكنيك على بالعشق سيرلارب يعني على بالطبيعه. هيدول ال 15 ديزاينر عم كل واحد عم بيحط عم بيفرجي نظرته لإله كيف بيشوفها يعني بيكنيك يعني نوع من البيكنيك. يس يس ما كلهم 15 ديزاينر كيف هو بيقشع القعده كيف بدها تكون. 15 فكره لعده. نعم. انواع من البيكنيك مزبوط. بالطبيعه مزبوط. وهون مين بيستفيد منها؟ نحن كلنا الزوار بيقدروا يتذوقوا اللي مقدمينه. مزبوط كثير. هلا كمان الحرفيين عند الموجودين تحت كمان في مباراة لأحلى برودكت معمول لبناني يعني. نعم. صناعة هن يعني وقت نحكي حرفيين يعني برودكسيون هيدي ضمن اوثنتيك لبنان؟ نو هيدي ضمن الهانديكرافت. اوكي هي الحرفيات. مزبوط. هلا ضمن اوثنتيك يعني كمان رح يتبيعوا على احلى برودكت رح يلي رح يطلع كمان عند في جوائز. هلا في كمان عندنا الكومبيتيسيون فلورال هن 12 فلوريست كمان عم يتبايعوا على احلى ارانجمان رح يعملوه. التام هو لاف اب ان دي اير. 12 مصمم زهور رح يتبايعوا على لقب افضل مصمم. ايه افضل بوكي. افضل بوكي يعني ايه افضل بوكي. في جوري جايه دونك يلي بيربح كمان بيربح جوائز كثير حلوه. هيدي اي نهار؟ هي اول نهار. اول نهار افتتاح. على الافتتاح دونك بيكونوا كلهم موجودين وهيك. بس بدلكم فيكم تشوفون للارانجمانات كل الايام لانه رح يضلهم يتظبطوا رح ينعملوا المينتننس. نعم. كنت عم تساليني عن اوثنتيك لبنان. اوثنتيك لبنان كل شيء موجود اللي موجودين بقلب الاوثنتيك لبنان هن كل شيء بخص بالتراث اللبناني. دونك يلي بيعمل كراسي القش يلي بيعمل الفخار بلوتو كل شيء اشغال يدويه تراثيه يعني اذا يمكن عم نفقدها سنه بعد سنه. مزبوط. نحن بنضلنا نصر انه نحافظ عليها بنرجع من بتكون هي من الاشياء اللي كثير بنشوفها بفن العيش بالحدائق. مزبوط مزبوط لانه اساسا هي احلى شيء بال. هلا كمان حدهم رح تشوفي انه في الاشخاص اللي بيعملوا بينظموا الحالات الطبيعيه بلبنان كرمال تياخذوا. في كثير عالم بلبنان ما بتعرف كل المحلات يعني كل الموجوده. في قصص كثير حلوه موجوده بلبنان مش كلها زايرينها. دونك بينظموا رحلات بيئيه اذا بدك لهول المحلات هون ضمن ترافل اند ليجر. لا ضمن الاوثنتيك كمان. بعدنا بالاوثنتيك. اوكي الهوليديز اند ليجر هن شركات السفر سفر موجوده معنا يلي عم بت يلي فرد مره وقتها وقت ينزل تنزل العائله هيك اذا حدا بده يحضر الفاكونس تبعيته اللي جاي دغري فيه يشوفهم يشوفوا شو البروجرام كمان بيقدموا لهم عروض. مزبوط مزبوط. حلو. وفي معرض مميز كمان باردون معرض ضمن المعرض للفنان. في للفنان رودي رحمه. رودي رحمه رح ينزل السكالتشر تبعوله لتحت على الجاردن شو. دونك كمان عم ندعي كل العالم ينزلوا يشوفوه. هو مش عارف عنه كل العالم بتعرف اكيد فنان ونحات الكبير رودي رحمه. رح نشوف مجموعه من اجمل منحوتاته بهالاطار اللي كثير جميل اللي اكيد رح تكون عمله بارزه فيه. مزبوط مزبوط. يعني مجموعه منوعه من النشاطات وبتصور بتتطلب زياره اكثر من زياره على هالمعرض أكيد حتى نقدر نشوف كل شيء. مزبوط. اول شيء العالم اللي بتيجي على الجاردن شو بتيجي مش انه ساعه وساعتين بتيجي بتقعد يعني. المخرج بيقول نحن كلنا رايحين واكيد رايحين لانه ما اعطتني سدفه انفيتيشنز هالقد فلازم نروح. دونك النازله كثير هينه. الباركينج متوفر لكل الزوار مجاني. وفي كمان فالي باركينج اللي ما بحب اللي بحب انه على السريع يفوت. صح. دونك موجود كل شيء ليكون كل العالم مرتاحه ما في مشكله. اهلا وسهلا بكل العالم. والمعرض رح يكون بين 24 و 28 ايار بيفتح من الاربعه للعشره من الساعه 4 للعشره بالليل. 10.
والطقس يعني اكيد ده راح يكون مناسب. والدخول الدخول هو 7000 ليره يعني صار كثير صغير بالنسبه للاشياء اللي بتتقدم له وممكن يشوفوها جوا. شكرا لوجودك معها واكيد ده راح يكون حدث مميز مثل ما عودتونا كل سنه وان الله رد بنشوفكم هنيك. اهلا وسهلا فيكي. بريك مشاهدينا ومنتابع خليكم معنا.